مساء الخير، اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج سؤال محرج مباشره عبر صوت بيروت انترناشونال وصفحه بيروت سيتي على الفيسبوك. كما في بدايه كل حلقه اذكر بان كل ما سيرد على لسان ضيفي هو على مسؤوليته الخاصه ويمثل رايه الخاص من دون ان نتبناه كقناه او كموقع او كفريق عمل للبرنامج. ضيفي لهذه الحلقه المحامي كريم بقردوني. مساء الخير استاذ كريم. مساء النور، اهلا وسهلا. دعنا نبدا بالفقره الاولى وهي سؤال محرج في الشخصي. سؤال محرج في الشخصي، ما هو السر الذي يحتفظ به كريم بقردوني ولم يعلن عنه حتى اليوم؟ الليله رح تقولوا معي سر لم اعلن عنه، سر بتحتفظ فيه بعد ما اعلنت عنه ولا مره، الليله بدك تعلن عنه. إذا واحد بيقول بداخلي أنا يعني كنت أحلم دائما حيث أكون أن أكون الأول. هيدا وبعرف إذا سر أو حلم. لهالسبب كان يقال دائما إنه حلم كريم بقردوني أو عقدة كريم بقردوني كانت أن يكون مارونيا كي يكون الأول. صحيح. طيب ليه ما عملت ماروني أستاذ كريم؟ يعني إذا كان طموحك تكون رئيس جمهورية وما بتقدر تعمل رئيس جمهورية إلا ما تكون ماروني، ليه ما عملت ماروني؟ لك شو اللي منعك؟ الأرمني ما بيقدر يعمل ماروني. مع أرمنيتي كنت ملاصق دائما للموارنة، يعني أرمنيتي تمنعني أن أكون مارونية. تاني أمر، أنا كنت أشعر إنه أرمنيتي بتعمل مني خصوصيتي. حتى بأرمنيتك منك الأول. أول شيء أنا طبيعياً لازم كنت أكون بحزب التشناك، أنا بي حزب التشناك، حزب الأرمني. هلا أول شغلة ما بعرف إذا غلطة أو قدر، هيدي ما فت بحزب التشناك، فت بحزب الكتائب. وبالكتائب يمكن الأرمن كانوا معدودين على أصابع اليد الواحدة. صحيح. هيدي وبالتالي دخلت على مجتمع آخر غيري. ما بعرف اذا هي البدايه، يعني اذا بدك لو عملت تشناك كان بطبيعي اعمل يمكن رئيس حزب. صحيح. طبيعي اعمل وزير، طبيعي يعني طبيعي بطبيعه الامور. اما ارمني يعمل رئيس حزب الكتائب او يعمل وزير محل التشناك، يعني شغله صعبه. بالفن في شيء اسمه نجوم الدور الثاني، اوقات يتخطوا بنجوميتهم ابطال المسلسلات والافلام. هذه مشكله كبيره. عندك انت فينا نعتبرك نجم، يعني انت نجم الرجل الثاني في السياسه. وهذه المشكله، هذا مشكله، هذا مش يعني هذا بتعمل اول شيء بتعمل مشكله مع الرجل الاول. هي اول هي اول شيء. ثاني مشكله بتصير انت عم تتصرف بقناعتك انه انت قادر تكون الاول، في حين انت بالحقيقه انت الثاني. انت الثاني، صحيح. هذه انا بدي هنيك على صراحتك بهذا الموضوع، لانه مش كثير ناس بيقدروا يعبروا عن افكارهم بهذا الشكل. هلا فوتني على موضوع اول مره بحكي فيها. اها. طيب اختيار محرج. اول اختيار محرج، الرئيس أمين الجميل الدكتور سمير جعجع. لا، أنا أمين الجميل صديق منذ المدرسة. أوف. أي طبعا لا شك. تعرف ليه؟ لأنه عم بحط الصور، قالوا لي مين ما تحط بال أمين الجميل رح يختار الشخص الآخر. لا، ما رح يختار أمين. أنا عم بختار على مستوى الصداقة مش على مستوى السياسي أمين الجميل. يعني بعد كل اللي عملته بأمين الجميل بتختاره الليلة؟ إيه وضلينا أصدقاء، ما انقطعت ما قطعت التواصل مع امين جميل. اوف. حتى طردته من حزب الكتائب. وجبت الله يرحمه الشهيد قتلنا وقتلنا والقوات والكتائب كل ذلك، ما قطعت العلاقه. وسمير؟ لا، سمير كمان. سمير انا يعني عرفته طالبا، انا كنت رئيس مصلحه الطلاب، كان سمير هو طالب بالجامعة الأمريكية، ومع بداية الحرب ترك الجامعة الأمريكية وإجا، يعني بعرفه من 76 75 76 واستمرت العلاقة مع سمير في سياسة أكثر من صداقة. يعني
إذا مع أمين جميل تتغلب الصداقة على السياسة، مع سمير جعجع تتغلب السياسة على الصداقة. اختيار محرج آخر. كريم بقردوني الاتفاق الثلاثي، كريم بقردوني الانتفاضة على الاتفاق الثلاثي. هيدا التناقض اللي كنت عم بحكي أنا وياك عليه. تختار الانتفاضة؟ بختار الانتفاضة. انتفاضة على الاتفاق الثلاثي. طيب ليه رح توقعت الاتفاق الثلاثي؟ أنا ما كنت مع الاتفاق الثلاثي لأنه أنا كنت مع اتفاق بين المسيحيين وسوريا. نعم. كنت أعتبر بدها شجاعة، يعني اللي عملوا إلي حبيقة أمر فيه كتير من الشجاعة أنه يعمل اتفاق بين القوة المسيحية أولى وسوريا. أنا كنت معه بدون تردد، مع شوية تحفظات، بمعنى ممكن يكون مش خطي، يعني أنا كنت هذا الاتفاق الخطي ما بحبه لأنه السياسي أسرع من الكتابة. بقى وقت قال لي إلي لا بدي أعمل شيء خطي. هلأ الخطية اللي عملوا أنا كان عندي ملاحظات ورحت على سوريا مع إلي. رحتوا على التوقيع؟ يمكن رحت في فيديو أنا رحت مع إلي على التوقيع الاتفاق لأقول شيء واضح، وقلته خلال الاجتماع العام أنه خطأ بلبنان أن تضعفوا رئيس الجمهورية. أنا كنت مع الاتفاق كله باستثناء هي هالانتقاص اللي عملوه من صلاحيات رئيس الجمهورية اللي انعمل باتفاق الطائف لاحقا، اللي انعمل باتفاق الطائف لاحقا. صحيح، بس انتم مشيتوا باتفاق الطائف، يعني لك ضغطتوا على الاتفاق الثلاثي كرمال هيدا البند بالذات، ولكن رحتوا مشيتوا فيه باتفاق الطائف. مظبوط، لك مرات بيكون الوضع اقوى من الخيار. كنت مع إلي حبيقة في الاتفاق الثلاثي في سوريا، عدت إلى لبنان مع سمير جعجع في الشارع، انتفضت وأسقطت الاتفاق الثلاثي. صار في سبب، صار في سبب واحد، يعني عم تردني على ذكريات عمرها عشرات السنين. مع إلي أنا كنت واضح، قلت له أنا بروح مشان نحافظ على الخصوصية اللبنانية والمسيحية اللي بتقاطع، وإلي كان مقتنع، يعني هو يعني ما حدا بده يعلمه كان بهالشيء. هلا لما رحنا لهونيك طرحت أنا موضوعي، نبهني إلي قبل بوقت، قال لي ما حدا رح يقبل معك، قال لي هيدا الاتفاق الثلاثي أخذ معنا أشهر على كل حرف وكل فاصلة شو اسمه طلع معه حرف. أول مين كان الثالث؟ هو اتفاق ثلاثي، مين كان الثالث؟ كان في القوات وامل وامل امل طبعا. الفريق الطرف الثالث كان امل، صح طبعا. بقى انا لما جيت اشتراكي ما كان؟ مين؟ اشتراكي. ما الاشتراكي يعني تنحكي وليد للي وقع وليد جنبلاط ونبيه بري وسمير وإلي حبيقة مع السوري. مع السوري، وكان هذا رد، وهذا حافظ الاسد انا لما قعدت معه عدة مرات فهمت هذا كان رد على 17 أيار. 17 أيار يعني الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، ردوا عليه السوريين أسقطوه أولا، وردوا عليه باتفاق لبناني سوري. يعني لو خيرناك بين إلي حبيقة أو سمير جعجع من تختار؟ بين سمير جعجع وإلي حبيقة والله صعب الخيار، يعني لأنه اثنيناتهم تحملوا كثير. بس إذا بين الاتفاق الثلاثي والانتفاضة أنا مع الانتفاضة. نعم، ولكن بين شخصي إلي حبيقة أو سمير جعجع؟ شخصي إلي، والله عم تسألني أسئلة، هيدي سؤال محرج. سؤال محرج هون، هون أحرجتني. هيدا آخر الكل، إذا بدك عاطفيا مع إلي خاصة أنا برأيي حملناه، وعم بحكي ناء بالناء، يعني أنا كنت بين حملناه أمور مش حقيقية. يعني الصراع لما بقيوا سمير وإلي، يعني سمير مستلم المنطقة الشرقية وإلي قاعد بزحلة بمناطق السوريين، حملنا إلي إعلاميا، حملنا إلي الكثير من الأمور غير صحيحة. مثل يعني عملني عميل مش عميل إلي،
انا بعرف تماما قد ايه كان يناقض ولمن ما ياتمر، ما كان ياتمر بالصورة. ساهمت بصوره العمالة اللي رسمتوها لإليح بيئة؟ انا كنت اتحاشى هالشيء، بس الصوره اللي كانت تطلع من القوات يلي انا كنت نائب قائدها، يعني ما في هيدي صحيح، ما كنت موافق او ما كانت تعجبني، ولكن كانت اكثريه، وخصوصا لما بتصير في اثنين تقاتلوا ما حدا غلب الثاني، بالمعنى انه ما حدا حسم، هي أسوأ الحالات. يعني افضل قتال، انا بقول القتال مش هو حل، ولكن اذا لابد من حل انه القتال ياتي بحل، مش مثل ما صار انه تقتلنا وما صار في حل وضلوا قوتين متواجهتين. اختيار اخر. حلوين هودي الاسئله المحرجه. الرئيس ايميل لحود، الرئيس ميشيل عون. لحلك لجهه الصداقه ايميل لحود. ما تحكيني صداقه، لا بدنا نعمل احكيني من الافضل للبنان. من الافضل للبنان؟ ميشيل عون افضل. ايه يعني باللي نحن فيه اليوم. ايه ميشيل عون لا شك كان، هلا بدي اقول لك شغله مش سر بس رح تشوفها هيك، كان وجوده يقوي الموقف رئيس جمهوريه تجاه سوريا او تجاه الاخرين، مشان ما نقول سوريا، وجوده لميشيل عون كان يقوي رئيس جمهورية، لأنه يصير الخيار بين اثنين. هلا أنا لسبب بقول لك، لما بتحكي عن مين عمل دولة بقول لك إيميل لحود، والخيار الأساسي كان هو ما بين لازم الجيش والمقاومة حزب الله يكونوا متفقين ونصر. أنت مع هيدا الخيار؟ ها طبعا 100%. يعني أنت مع جيش شعب مقاومة؟ إيه أنا معه بالتأكيد. بعدين أهم شيء صار بالجنوب، يعني قدر إيميل لحود يعمل بقعة، اتفق إنه البقعة يلي فيها الجيش ما بيقرب حزب الله، والبقعة يلي ما فيها الجيش بيخدع حزب الله بمواجهة إسرائيل. أنا برأيي كان اتفاق مهم، يعني نسأل هذا. هلأ هذا الاتفاق أنا برأيي يلي ما كان موافق عليه الرئيس عون، لمن إجا على لبنان واستلم الحكم أكدوا السبب. بقول بمين صداقتك أقوى؟ صداقة كصداقة إيميل لحود علاقة. بس إذا بدك تاخده كخيار لبناني طبعا ميشيل عون. ميشيل عون رغم نحن اللي فيه اليوم، رغم كل اللي نحن فيه اليوم ورغم كل ما يمكن أن يحدث، لا شك ميشيل عون رئيس جمهورية مهم، أو زعيم، أو بالحقيقة زعيم مهم. بدي صلح، زعيمته أكبر من بشير؟ زعيمته أكبر من بشير، أطول من بشير. إيه أطول، إيه لا شك. كمان عندنا خيار آخر. حبيت لعبة الخيارات. إيه بسط فيها كثير. سامي جميل، نديم جميل. شوف ضعفي لنديم جميل. ضعفك لنديم لأنه ابن بشير. ابن بشير. أنت يعني أنت دغري لقطة هيدا. هلا سامي لا شك عامل حالي خارج الكتائب، هذا الوحيد اللي عامل حالي خارج الكتائب ورجع عمل رئيس كتائب، هذا الوحيد. هو عمل لبناننا خارج الكتائب وكان بيهاجم الكتائب يعني صحيح، واصبح رئيسا للكتائب. هذا حالي نادره. تختار نديم عاطفيا وسامي عقليا كمان خيار. الإمام المغيب موسى الصدر، السيد حسن نصر الله. كمان أقول اثنين عرفتهم لا شك موسى الصدر هو مؤسس حركة الحرمين، يعني العدالة الاجتماعية، وحركة المقاومة، يعني مواجهة العسكرية مع إسرائيل. وأنا برأيي إجت أمل لتكمل هذه المهمة. هلأ هالوقت صار في انقسام بسببنا، يعني صار في انقسام داخل الشيعة، لأنه نبيه بري رئيس أمل لما انتخب بشير جميل دعا الرئيس سركيس إلى اجتماع بحضور بشير جميل، كان بده يعمل طاولة مستديرة الياس سركيس كرمال بشير،
جاب علي 6-7 قيادات الموجودة اختلفوا داخل حزب الله إذا بيروح نبيه بري داخل حزب الله أو حركة أمل. حركة أمل داخل حركة أمل إذا بيروح نبيه بري عم خبرها لأنه ليلة اللي إذا بيروح نبيه بري بيحضر الاجتماع وما بيحضر نقصب نبيه بري قرر يروح يحضر الاجتماع على الفور انسحبوا وأسسوا حزب الله يعني حزب الله من رحم كان في شيخ طفيلي وقتها ايه بعدين ترك طفيلي يعني مضايا طيب خيارك وين انا خياري لا شك موسى الصدر اولا نعم كمان خيار جديد من الاكثر عمالة مين اللي هو سعد حداد انطوان لحد هلا عن جد ما عرفتهم ولا لا ما عرفتهم وحياتك ما بقى يعني انا مش مجتمع معهم وبالصوره ما بقى. سعد حداد اللي حاطط الكبي على راسه وانطوان لحد بالصوره الثانيه من الاكثر عماله او ما بتعتبرهم عملاء لا عملاء لسوء الحظ يعني عم بقولها مش مبسوط بس يعني راحوا يعني عملوا خيار اسرائيلي وقطعوا مع لبنان اثنيناتهم يعني انا هذا امر ما بقدر ما انتم خياركم كان اسرائيلي هلا ما كانت كان يعني انتم عملاء اليوم فيك تقول عن نفسك عميل لحلك وعم بشير ميل عميل الخيار اللي عمله بشير عمله من موقع قوه يعني كان عنده منطقه بكاملها هني بعتوني اسسوا جيش جيش لبنان الجنوبي في حين هونيك كانت من موقع ضعف انا برقان انا ضد وقتها ما بعتوه له هلا في فرق بين اثنين انه واحد كان موجود عندما دخلوا الاسرائيليين وفي واحد راح لمن كانوا الاسرائيليين يعني اشتروا الاسرائيليين بحبه اسبرين كان ما بقى عندهم جريح كان عندهم اعتبروا ميت لانه ما عاد عندهم امكانيه لجأوا الى اسرائيل واسرائيل طبعا عملت اللازم بشكل ساعدتهم واخذت ثمن المساعده هيدا فارق الغلطه لمن توفى هذا انه يبعثوا واحد من هون من الجيش اللبناني هيدي غلط كان انه يبعثوا واحد من هون يستلم شيء ما كان لبناني كان تحت السيطرة الإسرائيلية كلهم لبنانيين كانوا وبيفتخروا بلبنانيتهم ولكن تحت السيطرة الإسرائيلية طيب. أنت اعتبرتهم عملاء أستاذ كريم اعتبرتهم عملاء قلت لي للأسف كتير طيب تعتبر نفسك عميل؟ لا تعملت مع الإسرائيليين؟ عملت مع الإسرائيليين بس تعملت من موقع أولا بس بدي خبرك لازم أقول شيء يعني. أنا ما بحياتي يعني ذهبت إلى إسرائيل وما بحياتي تعاملت بالمعنى التعامل بل كانوا الإسرائيليين يكرهوني بس تعلق ومنحين بيجين نبه أنه ما تخلوا يعمل هيدا كان مطروحة أيام بشير نبهوا لبشير يعني إجا بشير لعندي وخبرني باجتماع نهارية قال له عم بالإعلام عم بتقولوا بده يعمل إما وزير خارجية إما وزير إعلام هيدا إياك أنه تجيبوا هيدا سوري فلسطيني كان عارف كان عارف كيف كان عارف؟ كان عارف انك سوري فلسطيني ايه كان واضح مش بس عارف يعني ما كانش شاكك كان عارف كان متاكد كان لانه بينت بعدين انك سوري فلسطيني لا بينت انه عندي علاقات مع سوريا وانا اخترتها وعلاقات مع الفلسطينيين انا قررتها كمان طبعا طيب خلينا نروح على اختيار اخر كمان أنت مع المدفون كفر شيما أو مع دولة لبنان الكبيرة؟ شوف في مرحلة من المراحل تكون واضح ايه؟ بس تحت في مرحلة من المراحل ما هذا يعني راودنا كلمة هذه راودنا إنه فكرة دولة مسيحية لفترة المقصود فيها من الجسر المدفون إلى كفر شيما راودنا هذا المشروع نعم. أنا كنت متردد جدا فيه وسرعان ما قلت أنه حرام نقتل لبنان الكبير لصالح لبنان الصغير يعني هذا كان إذا بدك اللي كنت أحكيه بالإشبعيت وأنا بعتبر أنه لفترة المسيحيين راودهم
انت ككريم بقردوني اليوم مع فكره يعني بعد اللي شفناه انه هيدا البلد خيي ما فيك بقى يعني ما عم تقدر تتعايش مع أفضل الاخرين افضل يضل هذا البلد الكبير افضل ما نعمل بلدين صغار او ثلاث بلدين يعني ضد الفيدراليه والكونفدراليه انا مش مع لا لا انا بعيش انا برايي ممكن تريح لبنان خصوصيه المسيحيه لبنان انه بيعرفوا يتعايشوا مع المسلمين طيب والاخر بركي ما عم بيعرف يتعايش معهم مين الاخر يعني انت عم تقول المسيحي عم بيتعايش مع المسلم بركي المسلم ما بده يتعايش مع المسيحي ايه بدنا نضل مقتنعين جارينه للتعايش لحلك شو اهميه التعايش انه يضلوا المسيحيين ضروره نهار المسيحيين ما بيعودوا ضروره بيصبحوا اقليه غير حاكمه اقليه حاكمه وما يصيروا اهل ذمه بشير كان ضد هذه السيره ما يصيروا اهل ذمه بالاول كان هيك كان بشير واضح لما بلش بقياده منطقه الاشرفيه وبلش نعم. بقيادتها كان ينادي بالتقسيم مش هذا لما ينادي. صار رئيس جمهوريه صار ينادي بال 10452 لا قبل بال 1980 تقريبا من بعد معارك زحلي وكل هالمسائل فهم بشير انه لا الذهاب الى التقسيم زحلي يعني حرب لا تنتهي يعني هذه عم بختصر لك نعم. طيب. محادثات كانت طويله فهم بشير انه التقسيم حرب لا تنتهي وانه التوحيد بقياده مسيحيه قويه هي هذا الخيار فترشح لرئاسة الجمهوريه اليوم البطرك الراعي ينادي بالحياد انت مع الحياد ولا لا صعب الحياد صعب الحياد هو شغلي نموذجيه يعني كل انسان بيحب يكون على الحياد وكل دولة إذا فيها بس بهذا العالم العربي وبين الصراع بين إسرائيل والعالم العربي الحياد صعب جدا كمان اختيار محرج آخر فتح لاند المقاومة الإسلامية اللي صارت اليوم لا فتح لاند يعني أنا ضد اثنين يعني ضد فتح لاند وضد المقاومة الإسلامية يعني أنت كان يؤخذ عليك أنك مع بشير جميل ومع ياسر عرفات بنفس الوقت قربناهم لبعض ومع القوات ومع السوريين بنفس الوقت قربناهم لبعض انا كنت بعتبر خلينا يعني لمره بس ولا مش ما تضل تسالني ذات السؤال ليك انا اعتبرت انه لبنان ما بيقدر يكون بصراع مع سوريا فذهبت عام 1972 الى سوريا وشفت قياداتها واول اجتماع كبير انعمل بين الكتائب يعني 72 ذهبت ب 73 امنت اجتماع بين الرئيس بيير جميل يعني الشيخ بيير جميل المؤسس وحافظ الاسد وذهبنا وفدين وفد كبير الى سوريا وامضينا الوقت وبعدهم بيقولوا لليوم انه القوات السوريه فاتت على لبنان بطلب من الشيخ بيير جميل الجبهه كانت كمان هذا بس بيير جميل كان هو لما شاف عم بيسقط الجبل يعني صار ياسر عرفات والحركة الوطنية وكمال جنبلاط صاروا على مرمى من بكفية عندئذ وافق بيير جميل على تدخل الجيش السوري فتح لاند أنت تفضلها على المقاومة الإسلامية ليه؟ لحلك فتح لاند أنا برأيي كانت بداية شيء خارجي شو ما عمل الفلسطيني وبالنهاية انتهت انه فلوا هلا المقاومة الإسلامية ببدايتها انا كنت ضدها تماما يعني ما هذه وكنت خاف منها انه بدها تأسلم لبنان وبالحقيقة المقاومة الإسلامية بالبداية بما فيه وهيدي يعني قالها سيد حسن نصر الله صراحة انه بالبدايات كانوا مع مشروع اسلامية لبنان بالبدايات انا كنت ضد هلا لما استلم الامين العام يعني سيد حسن نصر الله التقيت فيه قبل يعني عده مرات ده يمكن عملت فتحت العلاقه بين حزب الله والكتائب سريا لمده سنتين ثلاثه كان الاجتماعات سريه يعني انا روح ما يعرف حدا انه رحت لعندهم وهن يجوا لعنا ما يعرف حدا انه اجى لعندنا لما اعلنت
بال 96 يعني التقينا مع السيد حسن. طبعا وطنيته كانت واضحه، يعني الصوره انه هيدا اسلامي شيء، ولما قعدنا معه شفنا. انا برايي هو تغير وما بيخفي هذا الشيء ولا بكتاباته ولا بتصريحاته، انه ايه المشروع كان اسلامي واسلاميه لبنان. هلا لما استلمنا وتعطينا واخذنا المسؤوليات، لا شفنا انه الوطنيه، وانه لازم 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 لبنان يضل وطني، يعني لبناني مش اسلامي. عم بجرب قد ما فيي كون صادق معك طبعا 100% واشكر لك ذلك. فاذا اختيار اخر، انتفاضه 6 شباط، اتفاق 17 ايار، يعني هي انتفاضه 6 شباط يمكن اجت لاسقاط 17 ايار. هي طبعا صح. انا انت وين مع انتفاضه 6 شباط؟ 6 شباط. انا ما انا ما بحياتي صدقت انه اتفاق مع اسرائيل بيقدر. خليني احكي مسيحيا اولا، انا برايي بضر المسيحيين، اولا بضر المسيحيين، وثانيا بيفقد لبنان قدرته واستقلاليته. واسرائيل مش طاق اولا عدوانيه وتوسعيه. يعني بين انتفاضه 6 شباط واتفاق 17 ايار، انت كنت مع انتفاضه 6 شباط التي اسقطت اتفاق 17 ايار. كمان ناخذ خيار، اتفاق الثلاثي، اتفاق الطائف. حكينا شوي عن الموضوع، ولكن انت من تفضل من هذين الاتفاقين؟ الاتفاق يعني الثلاثي، انا شاركت باثنين بالحقيقه. واعتبرت الاول هو تمهيد للثاني، وانه الثاني هو تعبير عن الاول، بس يعني ما مميز بيناتهم. بس اكثر انت ميال لشو؟ للاتفاق الثلاثي او لاتفاق لا الطائف؟ لانه اتفاق الثلاثي دام مرحله قصيره. اتفاق الطائف برايك اليوم لبنان ما عم يدفع ثمن اتفاق الطائف؟ الرئيس عون صديقك بيقول هذا الكلام، بيقول انه نحن اليوم عم ندفع في نقطه باتفاق الطائف يلي هي ذاتها باتفاق الثلاثي اضعاف رئيس الجمهوريه. طبعا لم تضعف رئيس جمهوريه بصلاحياته بالتركيبه مثل تركيبه لبنان، تضعف لبنان. اختيار اخير، هيدا محرج، كلهم محرجين. لا هيدا محرج. تركيا اسرائيل كارمني، هون انا عم بطرح عليك السؤال. لا هي ضد اثنين بس بدك تختار واحد. لا ما ما ما, ما, ما بقدر. ولا تركيا ذبحت 1.5 مليون ارمني بيناتهم جدودي، شو بدي أرنا؟ وإسرائيل مستعدة. إسرائيل شاركت بمذابح الأتراك. لا إسرائيل ما بيعترف. امبارح بيقولوا إنه شاركت كمان بأذربيجان بناغورني كاراباخ. حدا يعني قيل إنه درون هن تاريخيا هو اثنين دبحوا الأرمن. كيف بدي نقي بيناتهم؟ أنا ضد اثنين على العمية على العمياني. بس من تتقبل أكثر شوي؟ لا ما بتقبل حدا. نسيه هذا هذا موضوع انا ما بجاوب عليه، وبرفض اثنين، وما ممكن ميز بين اثنين. اثنيناتهم مرفوضين الى اقصى الحدود 100%. ماذا ينتظر المحامي كريم بقرادوني من اسئله محرجه؟ دعونا نشاهد سويا عبر صوت بيروت وبيروت سيتي. سؤال محرج في السياسة، لماذا تخلى عنك سمير جعجع؟ التاني ترفعت عن جعجع وهو في السجن. اجت الست ريدة لعندي قالت لي سمير جعجع مش هو اللي كان القرار. برجير الكنيسة، داني شمعون. من كان الأسوأ في إدارة عهد رئاسي في لبنان؟ ياسر الهراوي. ما الذي ينقذ لبنان اليوم؟ من ترشح لرئاسة الجمهورية مستقبلا؟ يمكن سليمان فرنجي. موقف محرج. انت عم تشبهه لبسيل للجميل؟ صعوده ايه؟ كريم بقرادوني يشبه جبران باسيل ببشير الجميل. احنا ارتكبنا خطأ بالصعود الى عهدين. بطلب من مين كان الصعود الى عهدين؟ هني وعم بيدخلوا سمير صاب. هلا إلي حبيقة دخل في هذه العملية؟ كان ايه طبعا. بشير بدأ من أشرفية
كميليشياوي تقسيمي. من اغتالك يا رجل؟ أنا نادم. ولا الدكتور جعجع شو بيقول؟ بدي أقول له شيء ثاني. للسيد نصر الله شو بيقول له؟ للرئيس عون شو بيقول كلمة أخيرة؟ أهلا بكم من جديد، نتابع هذه الحلقة مع ضيفي الأستاذ كريم بقردوني عبر صوت بيروت وبيروت سيتي، ونصل إلى سؤال محرج في السياسة. السؤال الأول، لماذا تخلى عنك سمير جعجع؟ أبلغت ميرفي موافقة القوات على مخايل الظاهر من دون علم جعجع. جعجع صاحب شعار الأمر لي فقط، كان جعجع يسير على الطريق الخطأ فانسحبت. أي احتمال من الاحتمالات الثلاثة هو الأقرب إلى الحقيقة؟ الثاني جعجع صاحب شعار الأمر لي فقط. الأمر لي فقط، وكان ولما اختلفنا يعني لما افترقنا انا اصريت انه يكون افتراق سياسي حضاري، سميناه حضاري. نعم. انه ما نقعد نشتم بعض، خلص انا فايل بين اللي بيكون رئيس ونائب رئيس، هذا منطقي بيختلفوا، مش الرئيس بفل، نائب الرئيس بفل اذا لابد. باي سنه كان هذا الفراق تقريبا؟ كان تذكر بسنه قبل حرب الإلغاء والهيدي بال88 بعد انتخابات الرئاسة، لأنه هلا في سبب تاني هي ما بتطلع أبلغت ميرفي. طبعا أنا وقتها أنا كنت مع، مش أبلغته بدون علم جعجع، أنا كان موقفي إنه إذا أمريكا وسوريا اتفقوا على شخص يعني أكبر دولة في العالم وأقوى دولة في لبنان اتفقوا على شخص، نحن شو منقاتل مشان نخرب لبنان؟ لأن أقول بعدين مخيل الطاهر ماروني وأنا بعرفه شخصية متعصب حتى، بس هذا ليش ما بدنا نقبل؟ أنا كان عندي هالمنطق. لما أصر سمير جعجع عادي، أنا وقتها لأنه كنت بالمواصلات لما اتصلوا فيه الأمريكان قلت لهم موقفي أنا طاهر، ولكن موقف سمير جعجع يعني الرسمي هيدا ضد الطاهر. تعتبر لو تمت الموافقة على مخيل الظاهر كنا اليوم نحن يعني او المسيحيين تحديدا كانوا تخطوا هذه الفوضى اللي هدت فيها يا مخيل الظاهر يا الفوضى؟ يعني لو اجى مخيل الظاهر يعني يمكن ما كان صار حرب تحرير، ما صار هي لو اجى مخيل الظاهر بالتاكيد كان ما في فوضى يلي ادت الى الاقتتال ما بين المسيحيين، المسيحيين يعني القوات والجيش، يعني هيدي يلي كسرت ظهر المسيحيين، هيدي مرحلة هالاقتتال يلي صار الطائف على علاته مخرج لهذا الاقتتال. شو كان مصير سلاح القوات برأيك وقتها لو وصل مخيل الظاهر؟ كان بده يضب نفس المصير بالجيش، يعني لا تبعه كانت مين كان بده؟ شوف الأمريكان طلبوا منا، ما بدي فوت بتفاصيل كثيرة لأنه الأمريكان طلبوا منا إنه طلبوا مني أنا السفير الأمريكي، عيط لي قال لي لك إذا بدك تحكي معنا لازم تكون عم تحكي باسم ثلاثة قوات لبنانية، البطرك ورئيس الجمهورية اللي كان أمين جميل يعني. قال لي إذا اتفقتوا ثلاثتكم على اسم أو ثلاث أسماء ميرفي مستعد يفاوض الأمريكان على هذه الأسماء. دائماً عم بسمع أنه هذا القرار اللبناني كان دائماً يتخذ يا مع سفير أمريكي يا مع الرئيس السوري، يعني ولا مرة هذا القرار اللبناني كان داخل لبنان، يعني دائماً الخارج يقرر من رئيسنا، من وزيرنا، من حكومتنا. يعني لمن بنقسموا اللبنانيين الخارج بصير القرار عندهم، لمن بيتفقوا اللبنانيين بصير القرار أساساً عندهم، بضل الخارج عنده هامش تدخل. سؤال آخر، ترفعت عن جعجع وهو في السجن رسالة لجعجع أنه من غير الممكن الاستغناء عنك، أو كنت مقتنعا ببراءته؟ لا، في حالة ثالثة محطوه اللي هي لا وفا؟ لا، أنا ما بقدر. إجت الست ريدة لعندي قالت لي
الحكيم عم بيسألك تقبل تكون مدافع بقضية رشيد كرامي؟ قلت له وقالت لي أضفت لي سأل لأنه أكيد مجبور تسأل. قلت له أوكي. عيطت لمرتي منى لجهاد والجواد، قلت لها خيط ستري دخلي فت على الأوضة، قلت له عم تقول لي إنه هاد، قلت له قالوا لي لازم تظهر، قلت لها إيه، قالت لي كيف إنه مين رجع؟ قلت لها منى وجهاد وجواد. طبعا يعني تعجبت، ولكن هيدا طلعت ثاني يوم قلت له للحكيم اعمل لي وكاله وطلعنا عند الحكيم. كنت مقتنع ببراءة جعجع؟ لا، لحقول لك شو كنت مقتنع انه انا دافع عن لك المحامي يعني بيقدر يدافع عن شيء عن بريء كما بيقدر يدافع عن غير بريء، يعني البراءة مسألة ما هي. طيب انت دفعت عن جعجع كبريء او غير بريء؟ لحقلك انا لما دفعت عن جعجع لانه طلب، وانا وفاء للصداقة فيما بيننا ما ممكن اقول لا. بعدين طلعت على الملف تشوف اذا مزبوط ومش مزبوط وكذا. انا بقول بملف رشيد كرامي سمير جعجع مش هو اللي كان القرار بيده، مش هو اللي كان، مش معناتها ما كان عارف بالقرار، بعتقد كان عارف ولو حيت سألته عن الموضوع. ولكن بموضوع رشيد كرامي أنا صراحة بقول أنه اللي بيشوف الملف مثل ما صارت بيعتبر أنه في شيء حدث من خارج القوات اللبنانية للوصول إلى هذه الكنيسة. كنيسة، تفجير الكنيسة، تفجير الكنيسة. أنا ما بعتقد سمير بفجر كنيسة، يعني ما بصدق. داني شمعون، داني بالقتال، هذه قصة أنه تلنت يعني هذا الحرب الأشخاص والقتال. طيب كان ممكن يعني أنا ما تبعتها ما هذا، ولكن يلي بدي شدد عليه نقطة واحدة بده ثبوتها. لازم نتعلم من كل هالحكي ثبوتها، أنه القتال على أنواعه بين المسيحيين بين بعضهم، بين الإسلام بين بعضهم، بين الإسلام والمسيحيين بين بعضهم، لا يؤدي إلى أي حل. الحل بلبنان الوحيد هو التفاهم والتسويات. نعم. كمان سؤال محرج في السياسة، ما كل المحرجين. من كان الأسوأ في إدارة عهد رئاسي في لبنان؟ أمين جميل، الياس لهراوي، ميشيل سليمان، إيميل لحود، ميشيل عون. الأسوأ ياس لهراوي ترك، يعني فلت المسائل بشكل ياس لهراوي. يعني ما بدي أقول لأنه هذا إنسان مش موجود بيناتنا وكان رئيس جمهورية. أمين جميل؟ لا، أمين جميل كان صحيح صار في عنده أخطاء وصار في عنده هذا، ولكن ضل ماسك إذا بدك الأساسيات ضل متمسك فيه. سؤال محرج آخر، ما الذي ينقذ لبنان اليوم؟ نزع سلاح حزب الله، الحياد، أو الفيدرالية؟ برأيك؟ لك أنا ضد الفيدرالية، تبلش من الكعب، أنا ضد الفيدرالية. الحياد ممكن ينقذ إذا تحدنا عليه، إذا توافقنا عليه، بس نعم. بعتبر أستبعد التوافق على الحياد. نزع سلاح حزب الله مش ممكن يصير إلا من خلال اتفاق سليم بالمنطقة. إذن هالثلاثة مستبعدين لإنقاذ لبنان. لإنقاذ لبنان الوحدة الداخلية هي اللي بتقوم. كمان سؤال، من ترشح لرئاسة الجمهورية مستقبلاً؟ سمير جعجع، سليمان فرنجي، جبران باسيل. من هو الثلاثة؟ من هو الثلاثة؟ كنا عملتوا ليحة بالزمان، هلأ عم نعمل لك ليحة أنا. اختاروا، اختار منهم. بس لما عملنا ليحة من زمان ما أخذوا منا ولا واحد. في أعمل ذات شيء، في أعمل ذات شيء أنه أخرج عن الثلاثة. من تفضل لرئاسة الجمهورية مستقبلاً؟ سمير جعجع، سليمان فرنجي، أو جبران باسيل؟ يمكن سليمان فرنجي. سليمان فرنجي، شو بيميزه عن الباقيين؟ بعتقد مقبول مسيحيا، زعيم مسيحي مقبول،
عنده انفتاح على سوريا، وسوريا حافظ الأسد مثل ما بيقولوا، سوريا الأسد علاقته جيدة، علاقته جيدة معه، وهو بمساره يعني أثبت أنه عنده صراحة كفاية، وعنده إذا بدك نظافة كفاية. يعني مش معناتها هوديك ما عندهم زيت المعايدة، بس إذا من الثلاثة المحتمل الأكثر هو سليمان، وأنا مع هذا الاحتمال. من سؤال محرج في السياسة إلى موقف محرج، موقف محرج. سألتني شو الفرق بين سؤال محرج وموقف محرج. سؤال محرج نحن بنطرح السؤال عليك، موقف محرج انت شي قايله بنذكرك فيه لنستوضح منك شو هو. واضح. اول موقف محرج، كل مره بيطلع زعيم قوي صاعد اول شيء بيلاقي مشكله عند المسيحيين وببلشوا يعملوا له مشاكل للمسيحيين. اليوم صعود لازم نتوقع انه تجي الهجومات على جبران من كل حد وصاب. أنا عشتها، أنا عايشها مثلا مع بشير جميل. لما طلع بشير جميل وحزب الكتائب كانوا ضده، داخل حزب الكتائب كانوا يهجموه باجتماع مكتب السياسي. أنت عم تشمله بسيل للجميل؟ صعوده بسيل. إيه؟ صعوده هلا عم بيعمل زعيم، عم بيعمل زعيم مسيحي. بشير جميل عم بيقوي له، بلش زعيم مسيحي ذات الشيء. كريم بقردوني يشبه جبران بسيل ببشير جميل. هيدا الموقف أثار انتقادات كثيرة. صحيح. إنه كيف لشخص مثل كريم بقردوني أن يشبه جبران بسيل ببشير جميل، بينما في فريق آخر أثنى على هذا الموضوع لأنه بحب جبران بسيل ومعتبره يمكن إنه ممكن يعمل بشير جميل. هل أنا زلت لسان؟ إيه؟ خانك لا التعبير؟ لا لا لا. أو أنت توضيح. مصر عليه؟ لا لا حلك، أنا عندي توضيح. أنا ما قلت بشير مثل جبران أو جبران مثل قلت بشير. الطلع طلع الطريق يلي أخذها بشير أخذها جبران، وما بتعجب. بس وين يعني بلش. هذه الطريق مع هذه الطريق وين؟ ما بل ناديتهم تحاولوا. يعني بشير أول شغلة عملها حاول الإمساك بالوضع المسيحي، يعني وشعبيته المسيحية يلي جعلته يوصل لرئيس الجمهورية. بس جبران استلم كيار من الرئيس عون، تيار شامل. لما حكينا كان بعد ما في نتيجة. بس هلأ بقول من استلم تيار كمان براسه عنده وضعية مسيحية تخوله أنه يروح باتجاه الرئيس. تتراجع عن هذا الموقف اليوم؟ هلأ ليك بعد العقوبات صارت أصعب حتى قبل العقوبات. قبل العقوبات ليك أول شيء وليه ما رشحته لرئيس الجمهورية؟ لحقلك ليش. لأنه الحكي عن رئيس الجمهورية قبل سنتين أنا برأيي لا معنى لها. آخر ست شهور رئيس جمهورية لبنان بينعمل بينصنع آخر ست شهور. موقف محرج آخر، بالحرب القتل مسموح بس الخطأ غير مسموح. نحن ارتكبنا خطأ مش بالقتال، نحن ارتكبنا خطأ بالصعود إلى أهلين وباعتبار أنه فينا نحل المشكلة نحن والمردة عن طريق السلاح اللي كان خطأ. خطأ الصعود إلى إهدن 100%. هيدا بطلب من مين كان الصعود إلى إهدن؟ من ارتكب هذا الخطأ؟ بشير جميل؟ يعني بشير أكيد بشير كان قائد القوات. طبعا وبعتقد بشير وسمير يعني بهالنقطة طلاقوا، لأنه ما بيتلاقوا كانوا دايما على النقاط. النقاط تلاقوا. بس نحن كلنا مسؤولين، يعني القوات اللبنانية وحزب الكتائب مسؤولين، مش ما نحمل الأشخاص فقط، وهيدي مسؤولية. وأنا مع كل كلمة قلتها بهالموضوع القتال لا يربح أحدا. صحيح. هناك من يشكك أن سمير جعجع هو من نفذ عملية إهدن شخصيا، بينما اللي نفذ العملية أو قام بعملية اغتيال النائب طوني فرنجية هو شخص غير سمير جعجع. شو معلوماتك عن هالموضوع؟ لحلك المعلومات واضحة. سمير يعني لازم لما صار القتال لازم كنت تفوت تنقتل المرحوم طوني فرنجية، يعني كان في لازم تفوت عليه تقتله. ما بيسلسم يعني ابن فرنجية بإهدن ما بيستسلم. نعم. ما لح يرفع إيديه، بده يضل يقاتل حتى الرصاصة الأخيرة.
دونك في الدخل عليه يعني للي دخلوا عليه قتلوا. هلا هن وعم بيدخلوا سمير انصاب وانتقل ونقلوه هيدا وما دخل على الجوه ما دخل مش معنيتها مش مسؤول لا بس معنيتها مش هو يلي قتل يعني بمقابله لإلي مع سونيا فرنجيه بتقلي انه سمير انصاب اثناء المغادره لا لا يعني اثناء بعد انتهاء العمليه أبداً. ومغادرته اطلق النار عليه لا وانصاب لا ابدا انصاب طلعوا بالسياره بجيب ونازل باتجاه بيروت هيدا اطلق النار عليه بس كان هو طلع بالسياره بسبب اصابته ما دخل سمير جعجع لك هيدي لازم نحسمها لانه انا بعرف هالوقائع بتفاصيلها لا ما دخل هل بلغت الوزير سمير فرنجيه بهذا الموضوع ما حكيت لمن انا لمن شفته من وقت ما شفته ولا هو بيسال ولا انا بفتح الموضوع ابدا مش معي فقط لمن سليمان الجد الكبير لمن استقبل إلي حبيقة ما حكوا بالموضوع هيك هلا إلي حبيقة دخل في هذه العملية كان ايه طبعا إلي كان بغطى العملية معلوماتيا ما دخل هو لا هو لا كان قوة وراء القوة الداخل اللي دخلت بس هو ما دخل كمان بس ما بس هو اشتغل معلوماتيا كان بالقرار كان بيصلب القرار طبعا انه اي طريق ومن وين وكيف ومين وشو السلاح يعني شغلي فيديو اخر بشير بدا اشرفيه كميليشياوي تقسيمي ينادي بحد ادنى بكونفدراليه لبنانيه يعني كان بيطالب كان بيعتبر صيغه التعايش صيغه يجب ان تنتهي واعلن بشير عده مرات في بدايه في 75-76 انه الصيغه دفنها ووضع حجر عليها وسيضع حراس حتى لا تقوم مضبوط 100% هذا بشير هذا ولك هل التحول اللي عمله مش قصه تغيير هون اكثر من تغيير تحول هذا التحول اللي عمله بشير انا برايي أنقذ الوضع أولا فتح له باب الرئيسي طبعا بس كمان أنقذ الوضع اللبناني من أنه يصير كل مسيحي متهم أنه عميل مهم يعني سؤال الأخير من مساوئ كريم بقردوني بالعام 2002 أخذ قرارا بطرد أمين جميل من حزب الكتائب قبل أن يعود ويسلم الحزب للشهيد شيخ بيير لجميل حكينا عنه في فترة رئاسته لحزب الكتائب بيع أكبر نسبة عقارات للحزب في فترة رئاسته صوت لبنان والبيت المركزي كان عليهم حجوزات كثيرة قبل أن يأتي الشيخ أمين ويفك هذه مش الحجوزات أبدا مش في فترة رئاسته بيع قطعة أرض بزحلي كان الشيخ بشير اشتريها للحزب بيع بأقل من سعر الحقيقي كان $1,000,000 بيع $450,000 وسجلها بالحزب على أنها بيعت $200,000 مش مزبوط ما صحت هذه المعلومة ولا واحدة مزبوطة بالتأكيد يعني غريب من وين أنت جايب هالروايات أبدا مش مزبوط كتائبي قديم أنا قديم بس ما مش عارف شو فيه بالكتائب ممكن يكون قديم ومش عارف لحلك شو عملت أنت ما سمعت بهالإشاعات لا هيك إنك بيع عملك للحزب كانوا يحكوا يعني لحلك شو صار أنا كنت ذاهب إنه الحزب عنده عقارات كتار عقارات كثيرة وماديا ما عنده شيء أول شيء عملته بعت كذا عقار طبعا مش أنا بعت المكتب السياسي قرر وفي في صندوق يلي مستلمه للي كان في صندوق مالي عند مثل ما بقولوا مستقل عنا هو يعمل العملية قررت إنه لازم نظبط بيوت الكتائب كان في بين 45 و50 بيت كتائب موجودين وليهم الأرمة مسكرين عم بيعفنوا قررت بيع شقفة أرض ببيروت زحلم أبدا مش هيك ببيروت وضبطت ال 55 أو 50 بيت كتائب ترجعوا يفتحون ويقعدوا فيهم الكتائبيين من اغتال بيير جميل
التحقيقات ما وصلت لشيء لسوء الحظ. برأيك الشخصي يعني أنت اللي بتقرأ بين السطور بمين بتشك؟ ما بعرف ما بعرف. هلأ كان الشك أول ردة فعل كانت أنه سوريا وحزب الله، أول ردة فعل كانت عند الكتائبيين عم بحكي، وهذه كانت أول ردة فعل. مع الوقت رئيس جميل يعني عمل لازم، الرئيس جميل يعني لاحق القضية بالتحقيقات ومع الناس اللي كانوا موجودين، وأشرف ريفي كان يطلع لعنده كان بعده بالأمن هادي، ومع الحريق يعني لحقها للآخر، لأنه كنا كلنا بدنا نعرف شيء. ما وصلنا، ما وصل لنتيجة. كلمة أخيرة أستاذ كريم بقردوني بيوجهها للرئيس أمين جميل، بدي منك تطلع بكاميرتك شو بتقوله للشيخ أمين. الكاميرا المضوية يقبلك. أولاً بقوله أول شغلة حسناً فعل أنه سلم حزب الكتائب للشبيب، لأنه كان مقرر على كل حوالي سلمه لي يعني الله يرحمه بيير. هلأ بغياب بيير سلمه لسامي يعني أعاد إحياء الشباب في الكتائب، والكتائب دائماً قوتها بشبابها. هذه اللي بقول له إياها. هلأ بقول له شغلي سامحني على شو؟ هذا بقول له شغلي تاني. أنا نادم أنا 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 نادم على مرحلة الخلافات يلي صارت بيني وبينه، على الرغم من صداقتنا واستمرارها، خلافات كان منقدر نستغني عنها ونبعدها. بتقول له سامحني على شيء معين؟ ما في شيء معين. يعني موقف، قرار، تصرف؟ ما عنديش. بالخلاف كله سوا يلي صار بيني وبينه هلأ بلاقيه في غير محله وغير مبرر. ولا الدكتور جعجع شو بتقول؟ الدكتور جعجع بيقول له انه كمان بتقول له سلم الحزب للشباب؟ لا، بدي اقول له شيء ثاني للدكتور جعجع، انه لازم شيء من الديمقراطيه داخل القوات، بتعيش القوات. انا برايي الكتائب بعد وفاه مؤسسها استمرت، لأنه أدخلنا عليها شيء من الانتخابات والديمقراطية وحرية الرأي وكذا. أنا بقول للدكتور جعجع القوات اللبنانية محتاجة إلى شيء من الديمقراطية وأيامه أفضل، لأنه بيضل ضابط له. للسيد نصر الله شو بتقول له؟ يعني أنا بقول له يلي عمله مع إسرائيل لا يمكن أن ينساها أحد. للرئيس عون شو بتقول كلمة أخيرة؟ بدنا انه هالسنتين الباقيين يقدر يعمل اكثر مما عمل بالسنتين الماضيات بيقولوا، او الماضيه 4 سنين مش سنتين، لا سنتين الباقيين اهم من الاربع سنين الباقيين للي مضوا. وضروري هذا الامر، لانه هذا الانسان نجح بعده مراحله، لازم ينجح كرئيس. شكرا لك استاذ كريم بقردوني على هذا اللقاء، شكرا لكم على حسن المتابعة، والى اللقاء، تصبحون على خير.